أعلنها البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو يقدر ب 46 مليون دولار في ديسمبر الماضي. وأضاف البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 35.219 مليار دولار مقارنة بنحو 35.173 مليار دولار في نوفمبر السابق له. قرر بنك مصر إعادة إصدار العائلة الادخارية الجديد شهادة طلعت حرب، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويا تصرف بنهاية مدة الشهادة. وذكر البنك أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريا بعائد يقدر ب 23.5 سنويا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً معلوماتياً تناول دور معدن الألومنيوم في مستقبل الاقتصاد العالمي. أوضح المركز أن السيناريو المستقبلي المحتمل ينطوي على توسع في الطلب العالمي على الألومنيوم، ذلك بسبب الانتشار الكبير للطاقة الشمسية الكهروضوئية كثيفة الاستخدام للألومنيوم. وتبذل مصر جهوداً حثيثة لتطوير منظومة صناعة الألومنيوم لدورها الحيوي في عملية التنمية التجارية في القطاعات كافة. وتستهدف مصر تحسين بيئة صناعة الألومنيوم وتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة. اجتمعت وزيرة التعاون الدولي بمسؤول البنك الدولي لمناقشة الدعم الفني الموجه للشركات المملوكة للدولة. استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في مجال الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما ناقش الاجتماع تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة، وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا وصعدت العقود الأجلة لمزيج برنت بحوالي 0.8% لتبلغ 78.14 دولارا للبرميل. كذلك قفزت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنحو يقدر ب 0.18% ليسجل 72.7 دولارا للبرميل. هذا وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 44% لتصل إلى 2.61 دولار للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 4.5% لتسجل 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجلت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا ارتفاعاً في عام 2023 حسب ما أظهرت بيانات رسمية، لكن توقف برامج دعم حكومية أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية لصالح تلك العاملة بالوقود الأحفوري. وكشفت الهيئة الفيدرالية للنقل عن بيع 2.8 مليون سيارة جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي، أي بزيادة بنسبة تقدر ب 7.3% عن عام 2022.
ومن بين مختلف أنواع المحركات سجلت مبيعات السيارات العاملة بالوقود أكبر ارتفاعا بلغ 13.3% مقارنة بعام 2022 مع بيع 979,000 سيارة. أظهر مسح صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز 500 أن انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو استمر في نهاية عام 2023 بسبب التراجع المتواصل في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن اقتصاد التكتل يعاني من الركود. وجرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد أند بورز بالرفع لشهر ديسمبر، ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة والذي انكمش بنسبة تقدر ب 1% في الربع الثالث من عام 2023 من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يمثل التعريف الفني للركود.